أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فتحية الإسلام السلام، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن أحد أفرع ميادين نادي دبي، يجمعنا اللقاء بكم في صباح هذا اليوم الأحد الموافق بتاريخ 26/5 لعام 24، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق صباح هذا اليوم الذي خصص لفئة الفطامين ومركاض الحلفة. المسافة هي 1500 متر. مع هذه الانطلاقة الأولى ترحيبنا بكل الحاضرين، ترحيبنا بالمشاهدين الأعزاء وأعضاء اللجان، أعلنوا عن انطلاقة أول الأشواط الرئيسية لفئة الأبكار. نبدأ بفرز المراكز الأولى ونستلم مقدمة الشوط ونفتتح المركز الأول. المركز الأول عندنا اللي هي الشاهينية ونابت بن سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي من يقدم الشاهينية مع ضربة البداية اللي تليها. على المركز الثاني الشاهينية سيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي. أما ثالث المراكز، المركز الثالث شعار عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري مع الدانة، مع الدانة اللي بالمركز الثالث، وسبق وأنها فازت بالمركز الأول تقريبا قبل حوالي 20 يوم في هذا الميدان، وهذه الآن تشاركنا في أول الأشواط. النقلة التالية إلى المركز الرابع ورابع المراكز تتواجد الشاهينية سعيد بن سالم بن سعيد بن غدير الاجتبي. أما المركز الخامس، المركز الخامس الشاهينية راشد بن يعروف بن عامر الهاشمي. هذه الأسماء، هذه الأسماء واللي معودة على الأول تعود كما توقعت مشاهدينا الأعزاء. هذه الدانة، هذه الدانة اللي بدأت تأخذ موقعها الصحيح، تأخذ مكانها الصحيح وراحت بالمركز الأول في أول الأشواط. سلام يا ساحل الباطنة، سلام، سلام للسلطنة، سلام، سلام للمخمري، سلام، سلام يا راعي الدانة عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري. المركز الثاني عندنا الشاهينية سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد. أما ثالث المراكز الشاهينية نابت بن سلطان بن علي بن رشيد. التوقيت الزمني دقيقتين و11 ثانية، دقيقتين و11 ثانية، وهذه الدانة التي فازت بالمركز الأول في أول الأشواط الافتتاحية في أول أشواطنا الصباحية. كما عودتنا هذه الذلول وهذه البكرة التي نالت على شرف الفوز في أول الانطلاقات في أول الأشواط الرئيسية، ولم تذق طعم الهزيمة أبدا من بداية مشاركاتها. هذه الدانة المملوكة المخمري الذي يقدم جديدة عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني